بها المدرة للدخل، وذلك إلى قدرة الأرنب على الحمل والرضاعة في نفس الوقت، وقدرة المواليد في السنة. هو مشروع تربية الأرانب مشروع الفلاح، مشروع المرأة القروية المكافحة، مشروع الشباب والشابات خريجين المال إلى هو مشروع تربية الأرانب لا يحتاج إلى مساحة كبيرة، ولا يحتاج إلى مكان كبير نظرا لحجم الأرنب الصغير، ولكن يحتاج إلى علم وخبرة فائقة وجدية وصبر. ولا بد للمربي قبل الدخول في هذا المشروع أن يلم بأكبر قدر ممكن من العلم والخبرة في هذا المجال، لمعرفة ما هي الأرانب، طبيعة معيشتها، كيفية تربيتها وتغذيتها، كيفية فهم سلوك الأرانب. يعني الأرانب عندها لغة وعندها سلوك خاص، المربي خاص يعرف هادشي ديال الأذن المتوحدة إن شاء الله. كيفية التعامل مع صغار الأرانب من أول فطام وحتى التوصيل لسن البيع. أولا غادي نشوفوا أنواع الأرانب. كاين أكثر من 40 سلالة كلها كتربى، ولكن الأغراض ديالها مختلفة. كاين اللي كتربى لأجل اللحم، وكاين اللي كتربى لأجل الصوت، وكاين اللي كتربى لأجل المعارض والزينة. أنواع الأرانب اللي كتربى اللي كنرشحو حنا هي نيوزيلندي، كاليفورنيا، جيوفلاندا، لحقاش كتمتاز بسرعة النمو وجودة اللحم. وغادي ندوزو لبعض الصور. بحال دابا مثلا نيوزيلندي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، اللون ديالو أبيض باش نوريو ليكم تشوفوه في الصورة إن شاء الله. وتشوفو بزاف هاد النوع هذا نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، تيمتاز بسرعة النمو، جودة اللحم، والأرنب تيكون عندها واحد الحنان على الأبناء ديالي، يعني على الأولاد ديالي، كتربعهم كتهلا فيهم مزيان. غادي تشوفوهم بالعين المجردة. الولايات الأمريكية اللون ديالو أبيض مع هذا الأنف والذيل والأذنين الأسود، والأرجل الأمامية والخلفية سيكونوا بالحال. هو كذلك سوف يتصلى في الولايات ديالو، هو هذا تيمتاز بسرعة النمو وجودة اللحم وذو خصوبة عالية، يعني المبتدي يقدر يربي هذا النوع ديال الكاليفورنيا. هو داك كما كتشوف على النوع آخر هو البوسكات. البوسكات هذا نشأ في فرنسا، اللون ديالو أبيض وبحال بحال النيوزيلندي، مع هاد العينين ديالو تيكون اللون ديالهم قريب للأسود، يعني حد اللون القرمح ولي. كاين الجيوفلاندا. الجيوفلاندا هذا بطيء النمو، هو خاص بالمعارض، ولكن كناخدو ليمار ديالو كنزاوجوهم تنكروزو مع النيوزيلندي ولا مع الكاليفورنيا، باش كيعطينا واحد السن آخر كيمتاز بواحد سرعة النمو وجودة اللحم، وكيتأقلم مع الجو، مع المناخ المغربي، كيتأقلم معاه وتيصبر الحرارة. هو هذا الجيوفلاندا. النوع هذا اللون ديالو جديد، هذا تنكروزي وتناخدو هنا ليما في هذا النوع هذا، وتناخدو مثلا النيوزيلندي والكاليفورنيا اللي هما يتمتازو بسرعة النمو وجودة اللحم، ولكن هذا بطيء، ملي تنكروزي تيعطونا واحد النوع اللي هو صحيح وتيتأقلم مع الجو وتعطي واحد الوزن. شينشيلا. الشينشيلا اللون ديالو هو رمادي، هذا نشأ في فرنسا. النوع هذا تيمتاز هو كذلك بجودة اللحم بسرعة النمو، يعني هاد الأرانب كلهم اللي شتو هادو كلهم يعني
يعني انت صالحين للمبتدئين يبدا بهم لحقاش محدودين الخبره ما عندهمش فهمت محدودين الخبره. السلام عليكم. السلام عليكم. غادي ندوزو كيفية فهم سلوك الأرانب، لأن الأرانب عندها لغة كتتكلم فيها، عندها لغة جسدية وعندها إشارات. يعني أول حاجة خاص يعرفها المربي هو خاصو يعرف اللغة ديال الأرنب باش تكون واحد العلاقة حميمية مبنية على الوعي والفهم، حيت إلا فهم الأرنب راه غادي يمشي مزيان. كاين عدة لغات كتتكلم بهم، كاين إشارات، كاين إشارة تحذير وإشارة تعبير. إشارة التحذير كيقوم بها الذكر واحد الضربة قوية بالرجل الخلفية إعلان المجموعة الأخرى من الأرانب بأن هناك خطر في المكان أو هناك إنسان غريب أو حيوان. يعني هنايا المربي خاص يكون عارف هذه اللغة هذه باش تكون عنده واحد العلاقة مبنية على الوعي والفهم بالأرنب. يعني علاش كنقولوا حنا مثلا المقضية ما خصش تدخل عند البراني، ما خصش تدخل عند مثلا شي حيوان لحقاش هي ديما في واحد التوهم للخطر. هذه الاشارات يقوم بها الذكر، وكاين اشارات اخرين تقوم بها الارانب كاملين اناث وذكور صغار وكبار، وهما بخبش العليقه يعني العلافه المنجمار تشوتيه باش فيها. هنا كيقول لك بان العلف به رطوبه او به حموضه، يعني العلف راه ماشي مزيان. يعني هاد المعلومات خاص الانسان المربي قبل ما في التربية خص يكون عارفهم باش تكون واحد العلاقة مبنية على الوعي والفهم. وكاينة واحد الإشارة أخرى كتقوم بها الأنثى. الأنثى كتشاور كتهبش في المكان ديال الولادة ديالها أو في فوق الكرج كتهبش. هذه كتعطي المربي واحد الإشارة بأن الأرنب العش ديالها غير جاهز للولادة، يعني باغا تولد والعش ديالها ما جاهز. يعني هذه الإشارة خاص المربي يكون عارفها. ندوزو كيفية تغذية الأرانب. المهم الأرانب تغذى على علف مركز، ولكن ضروري خاص يكون العلف مركز معاه أعشاب. يعني حقاش الأرنب حيوان عاشب كيفضل ياكل الأعشاب أكثر من العلف. يعني لابد من العلف يكونوا معاه يعني عشوب بحال مثلا القصة ولا الشعر المستنبت. يعني هذا خاص المربي يكون عارفه. الأمراض، ندوزو الأمراض والعلاج ديالها. كاين بزاف الأمراض اللي كتصاب بها الأرانب، مثلا الزكام المعدي، الجربة. يعني كاين حتى الجربة اللي كتشد الأرانب الصغار والكبار، وعندهم علاج ديالهم وعندهم تحسينات. العلاج ديال هاد الأمراض هذه مثلا ديال الزكام المعدي، الزكام اللي تيكون في الأول تيكون سائل مائي تيخرج من ألف ديال الأرنب، وكيشاور كيطور هاد السائل هذا تيولي صديد لازج كيتلصق، يعني يقدر يصيب خطير بالمرض ديال الزكام المعدي. هنايا